شوطنا هذا الشوط الثاني عشر للزمول المحليات الستة كيلومترات بانتظار الأسماء المشاركة واندفاعة هذه الشعارات. مقدمة الشوط أتابع الشعار الوثباوي منطلقا على مقدمة الأسماء مزيون مزيون على الصدارة، محمد بن راشد بن غالب المنصوري على صدارة الأسماء، ينطلق الشعار الوثباوي من يرقص طربا على أرضية ميدان الوثبة. بينما ثانيا أتابع للطام على المركز الثاني سيف بن محمد بن حضيرم الاكتبي على المركز الثاني، وثالث التحديات أتابع انطلاقة شاهين على المركز الثالث، خالد بن عمير بن عبيد بن عمير الاكتبي على ثالث التحديات. بينما رابعا نتابع الأسماء القادمة ورابع التحديات هنا في هذه اللحظات وصول السميحة على المركز الثالث، عبد الله بن عتيق بن جمعة الرميثي. بينما رابعا أتابع انطلاقة عنتر على المركز الرابع، علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري وعفوا خامسا مع المركز الثاني، وأتابع هنا انطلاقة الأسماء ووصول في هذه اللحظات المركز السادس، أتابع هملول محمد بن حمد بن مضحية العامري في هذه اللحظات منطلقا على سادس المراكز. بينما سابع التحديات أتابع وبران على المركز السابع، خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي. بينما ثامنا أتابع مبدع على المركز الثامن محمد بن علي بالشدي، هنا ينطلق مقدما لنا مبدع المنصوري. بينما تاسع الأسماء من تجاوز إلى ثامنها هنا هملول زايد بن محمد بن سيف المزروعي، وعاشرا أتابع انطلاقة الطاغي في هذه اللحظات محمد بن حمد بن قناص بن علي العامري على عاشر المراكز. هذا هو النداء الأول أيها المتابعون أيها المستمعون إلى فاضل الكرام ليعود من جديد وأتابع الأمور على المقدمة، أتابع صدارة هذا الشوط وانطلاقته من جديد في هذه اللحظات مع الشعار الوثباوي الكبير على مقدمة الشوط. بن غالب هو الغالب حتى هذه اللحظات، محمد بن راشد بن غالب المنصوري على أول التحديات مقدما لنا مبدع في هذه اللحظات وإبداعات هذا الشعار في هذا اليوم. بينما ثانيا أتابع شاهين على المركز الثاني هنا وشعار خالد بن عبيد بن عمير الاكتبي على المركز الثاني. بدأ شاهين يقترب من مزيون في هذه الأثناء. بينما ثالث التحديات أتابع الوصول من لطام على المركز الثالث سيف بن محمد بن حضيرم الاكتبي. بينما رابعا أتابع الاسم القادم والواصل في هذه اللحظات على رابع المراكز هنا السميح وعبد الله بن عتيق بن جمعة الرميثي، إذا على رابع المراكز. بينما خامسا أتابع انطلاقة هملول على المركز الخامس محمد بن حمد بن مضحية العامري، وسادسا أتابع الشعار القادم ووصول عنتر في هذه اللحظات علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري. بدأ بالوصول في هذه اللحظات على سادس المراكز وسابعها أتابع وبران في هذه اللحظات خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي. بينما أتابع سابعا وصول وانطلاقة شعار هملول زايد بن محمد بن سيف المزروعي في هذه اللحظات.
لحظات على ثامن المراكز بينما تاسعها وتابع انطلاقة مبدع محمد بن علي بالشدي المنصوري وعاشرا وتابع الاسم القادم ووصول في هذه اللحظات على ما يبدو لي من بيضان وصول بيضان وهنا شعار محسن بن راشد بن محسن بن انديله وصل ليقدم لنا بيضان ولكن 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 أعود من جديد إلى المقدمة أعود مع الكيلو متر الأخير الكيلو متر الخطير انطلق بن غالب انطلق الشعار الوثباوي انطلق مزيون بدأ بالتحركات مزيون يا سلامي عليك يا بن غالب أنت الغالب في هذا الشوط حتى هذه اللحظات حافظ 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 يا بن غالب حافظ على هذا الموقع المميز والكبير بن حضيرم ثانيا بن حضيرم ثانيا هنا يقدم لنا للطام سيف بن محمد بن حضيرم الاختبي وثالثا أتابع شاهين خالد بن عبيد بن عمير الاختبي ولكن ولكن مزيون 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 يا مزيون يا مزيون انطلق مزيون بالأداء المزيون والله مزيون يا بن غالب مزيون وأداء مزيون سلامي عليك يا بن غالب سلامي على الشعار الوثباوي حتى هذه اللحظات إن لم يكن لشاهين كلام آخر انطلق شاهين خالد بن عبيد بن عمير الكتبي ولكن بن غالب ولكن بن غالب هو الغالب هو الغالب الشعار الوثباوي ولكن ولكن انطلق شاهين مع اللحظات الحرجة خالد بن عبيد بن عمير الكتبي هنا تسلل مع اللحظات الأخيرة تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بينما ثانيا وتابع للطام سيف بن محمد بن حضيرم الكتبي وثالثا مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري بينما رابعا وصل وبران خليفة بن محمد بن زارة الخيالي بينما خامسا وصل السميح وعبد الله بن عتيق بن جمع الرميثي التوقيت الزمني في هذه اللحظات والوصول هنا مع الأسماء المنطلقة وانطلاقة شعار شاهين خالد بن عبيد بن عبيد بن عمير الاكتبي من وصل وغير عند اللحظات الأخيرة هنا على أول المراكز لحظات الفوز والتوقيت الزمني مع شاهين وخالد بن عبيد بن عمير الاكتبي هنا من تسلل مع اللحظات الأخيرة والتوقيت الزمني 10:07 وجزئين اثنين من الثانية تهانينا والناموس لخالد بن عبيد بن عمير الكتبي بينما ثاني التحديات وتابع الاسم القادم هنا في هذه اللحظات شعار للطام وسيف بن محمد بن حضيرم الكتبي 10:08 وجزئين اثنين من الثانية بينما ثالثا كان الوصول من مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري والتوقيت الزمني 10:08:03 من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز تهانينا والناموس لجميع الفائزين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق شوط الختام وشوط الوداع هناك أيضا والمخصص للزمول لفئة المهجنات الأصايل من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة مباشرة نسير مع البداية والمقدمة مع المركز